هذا البرنامج برعاية رامي. نوتي أستاذ بوركين صوتي ماذا كونك سيريو فبطا بصوتي إذا حبيت تنجح في تا كاريار مال قريب مقدم وايا فولونتي تكسر لي باريار روح رياضية في ملتي ديسيبلين كل وحدة فيهم فيها فن فيها رسبي بالنساطلات فوق طبي ولا في الرينج وضري المدير باش تلحق وتحقق أحلامك وتدير برمارس تالي شامبيون شرس كبير تلفت الإعلام فوق البوديوم كل يوم بل حتى أنت تقدر تكون هكذا هيا تفضل نمشي على درب الأبطال سلام حمزة عثمان يحييكم من المركز التجاري طيبة أقدم لكم برنامج درب الأبطال اللي أعودكم بالمفاجآت والحوار الشيقة مع أبطال الجزائر نتلاقاو بعد ما نشوفوا رياضة اليوم جابدا مدهول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبيني يا عاصمة الملاكمة أو الفن النبيل رياضة تمارس على حلبة بين متنافسين اثنين من نفس الوزن يسعى كل منهما إلى جمع أكبر عدد من النقاط من خلال توجيه اللكمات إلى الآخر ظهرت في 1000 قبل الميلاد وفي بداية 18 قام جيمس فيك بتأسيس أول مدرسة أهلية للملاكمة حتى عام 1880 أين تأسس أول اتحاد للملاكمة بإنجلترا سنة بعدها أقيمت أول بطولة رسمية كما دخلت هذه الرياضة الحيز الأولمبي سنة 1904 بسان لويس أهدافها الاعتماد على النفس التنمية البدنية واكتساب العادات الصحيحة اكتساب القيم الاجتماعية النبيلة تطوير وتحسين الحالة الانفعالية والتحكم في النفس الجانب التحكيمي في الملاكمة هناك حكم واحد للمباراة في البطولات الدولية ويؤدي عمله داخل حلبة الملاكمة 5 قضاة يقومون بتسجيل نقاط كل مباراة ويراقبون المباراة بعيدا عن الجمهور ويجلسون بجوار حلبة الملاكمة كيفية احتساب النقاط الفوز بالنقاط الفوز بالانسحاب الفوز لإصابة الملاكم والفوز بالضربة القاضية محلياً يعد الفن النبيل الجزائري الاختصاص الأبرز في الحركة الرياضية الجزائرية فالملاكمة المحلية نجحت في الحصول على 6 ميداليات منها ذهبية 1 و5 برونزيات في تاريخ المشاركة في الألعاب الأولمبية كما يصل عدد المنخرطين إلى أكثر من 18,000 منخرط على مستوى 38 رابطة جهوية كما شفتوا اليوم رياضة الملاكمة والبطل تاع اليوم هو من رجع الملاكمة الجزائرية إلى الواجهة بعد 18 سنة من الغياب نروح نشوفوا سويا شكون هو الضيف تاعنا محمد فليسي العملاق القادم للحلبة الجزائرية أبرز ألقابه بطل الجزائر 5 مرات وكأس الجزائر 5 مرات ذهبية بطولة إفريقيا سنة 2010 وفضية البطولة العربية وبرونزية الألعاب العالمية لذات السنة فضية بطولة إفريقيا وفضية الألعاب الإفريقية سنة 2011 وميدالية ذهبية مؤهلة للألعاب الأولمبية سنة 2012 ذهبية الألعاب المتوسطية وفضية بطولة العالم سنة 2013 يوميات صاحب فضية بطولة العالم الأخيرة للملاكمة لا تكاد تخلو من التربصات والمعسكرات التحضيرية سواء مع المنتخب الوطني أو مع فريقه المجمع البترولي وبصدر رحب استقبلنا محمد بالغرفة الخاصة به أثناء التربص مما جعلنا نكتشف الانضباط الكبير والحرص التام على احترام البرنامج اليومي ومع
ومضاعفة التدريبات، وهذا للمحافظة على اللياقة اللازمة والوزن المناسب للخراجات المقبلة. وللابتعاد بعض الشيء عن جو التربص، كثيرا ما يتوجه محمد إلى قاعة الألعاب الخاصة بالفندق للترويح بعض الشيء عن نفسه رفقة أصدقائه الرياضيين ممن يشاركونه في التربص استعدادا للاستحقاقات القادمة. المنازلات التطبيقية لبطلنا تعتبر من أهم الجوانب التحضيرية حتى يضمن الجاهزية والاستعداد للمنافسة. وبعيدا عن الحياة الاحترافية التي أخذت الكثير من وقت هذا البطل الذي لا يضيع أي فرصة لزيارة أهله ببومرداس للجلوس رفقة الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما، وكذا أخذ وقت من الراحة للاسترجاع، فكل التوفيق لمحمد فليسي أحسن رياضي جزائري لسنة 2013. محمد يعطيك الصحة انك لبيت دعوة درب الأبطال. السلام عليكم، نشكر حصة درب الأبطال وانا من متتبعيها، كنقول لك لي شرف باش نكون ضيف يعني. تستاهل باش كنت بطل من أبطال الجزائر. محمد كاين بزاف جزائريين حابين يعرفوا البداية تاعك في رياضة الملاكمة ولا غراه وصل دوكا محمد فلسي. انا بديت رياضة الملاكمة دي في سنة 2002-2013، رايح حوالي 12 سنة و 11 سنة اللي كنت درت فيها، كما يقول لك حققت اجابات وحققت حلمي اللي كنت حاب نوصل ليه، لان كنت كما يقول لك في المدرسة اللي يقول كنت يقول لي وش صباح، وتقول لهم صباح بطل عالمي او بطل اولمبي، والحمد لله قدرت حققت وقدرت لحقت النتيجة اللي كنت حاب نوصل ليها. الحمد لله ان شاء الله مزيد من النجاحات والتألق. المتتبعين كانوا قالوا بلي محمد فليسي الى كم مثل المرحوم ربي يرحمه حسين سلطاني، انت من نفس الولايه تاعو من ولايه بومرداس، واش تحكي لنا على حسين سلطاني؟ وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم تفكرناه نرحموا عليه على الملاكم السابق حسين سلطاني ربي يرحمه ويوسع عليه. انا حسين سلطاني كان كما نقول لك انا قدوه لي، حبيت كما يقولوا كاين ناس بزاف يقولوا لي انت تلاكم نفس الملاكمه تاع حسين سلطاني، ان شاء الله نكون انا كما نقول لك يكون هو قدوه لي ان شاء الله باش نحققوا واش حقق حسين سلطاني الله يرحمه ان شاء الله يا ربي. بعد 18 سنه من الغياب على مستوى التتويج العالمي، محمد فليسي في عمر 23 سنة رجعت الملاكمة الجزائرية إلى عالم التتويجات، كيفاش تم هذا؟ والصراع اسك حاجة سهلة صعوبات كبيرة بزاف؟ ما تخليش بدي سنة 2016 كما أقول قبل بطولات العالم كنت درت عدة دورات ودرت عدة كما أقول لك عدة بطولات، الحمد لله فما آمنت بلي عندي إمكانيات عندي قدرات بلي نقدر نحقق نتيجة إيجابية في بطولات العالم ولا في الألعاب الأولى اللي كانت على ذلك، رغم أني كنت حصلت على ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط، لكل واحد حصل على ميدالية ذهبية لما كنت وزير شباب ورياضة تهمي كان استقبلني وعيط لي في الهاتف وقال لي مبروك عليك لأنك حصلت على ميدالية ذهبية الأولى للجزائر، ثم نزلت آمنت هذا تحفيز نعم، وآمنت بلي عندي إمكانيات وعندي قدرات، على ذلك كنت برهنت في بطولة العالم اللي كنت الحمد لله كما قلت لك حصلت على المرتبة الثانية. أنا بالنسبة لي المرتبة الأولى لأن لكنت مع الملاكم كازاخستاني من نفس البلد وكان رئيس وقامت فيه البطولة العالمية. نعم وقامت فيه وكان رئيس الجمهورية كان حاضر ثم رغم أن الحكام من حول اللقب فماشي الحكام، كنت اليوم أنا بطل العالم. احنا بالنسبة لنا أنت بطل العالم إن شاء الله تكون أكثر في سن 23 سنة، يعني كنت راك صغيرك في عز الشباب تاعك حصلت على هذا اللقب
طموحات تبعك من القدام؟ اسكك حاب تروح الاحتراف ولا عندك طموحات واحدة اخرى محمد؟ والله ديجا كنت لكمت في الملاكمة شبه احترافية كما يقول لك، خذيت تجربة من ملاكمة احترافية ولا ان شاء الله ما نقول لك شدي ما لا ما راحش الاحتراف ان شاء الله. جاتني كما يقول لك جاتني اجابة من الاتحاد الدولي باش نلاكم في البطولة العالمية بلا بيبي كما يقولوا ملاكمة احترافية ان شاء الله. كما يقول لك مر الألعاب الأولمبية 2016 ونلتحق بالملاكمة الاحترافية ان شاء الله. ان شاء الله نقولوا مازلنا نسحقوك في الجزائر وكان تروح الاحتراف وكا راح تخرج شوية على الفريق الوطني. ان شاء الله احنا نقعدوا توجو نقعدوا كما يقول لك دائما نمدوا للملاكمة الجزائرية ونمدوا للجزائر، لان نقدروا نمدوا للراية الجزائرية اللي كانوا ضحاوا عليها شهداء وكما يقولوا في المجاهدين ضحاوا باش الحمد لله اليوم احنا رانا احرار ورانا نقدروا كما يقول لك نقدروا نشرفوا ونقدروا نقدروا نساندوا ونقدروا نمدوا كل قدراتنا باش نشرفوا الراية الجزائرية، لان الراية الجزائرية هذه ضحاوا عليها الناس وتستاهل ذهب ان شاء الله. تستاهل ذهب ان شاء الله. ان شاء الله ذهبيه في العاب الاولمبيه اللي راهي جايه ان شاء الله. انا كنت صرحت قبل ان شاء الله انا الهدف تاعي الوحيد هو ما نقولكش بطوله العالم 2015 ولا كاس افريقيا 2014، الهدف تاعي هو الالعاب الاولمبيه 2016 اللي كنت مديت ان شاء الله سوف اصعد منصه التتويج بربي ان شاء الله. وهذا راح تكون لبيت بالدعوه تاعك لبيت بالعهد تاعك تكون كما حسن سلطاني ان شاء الله. نكون ان شاء الله نكون كما يقول لك بربي ان شاء الله نكون خليفه تاع حسن سلطاني الله يرحمه، اللي كان حتى احد مازال ما كما نقولوا مازال ما مدش كما مد هو دو ميداي اولمبيك ميداليتين كما نقولوا اولمبيه. ان شاء الله احنا نكونوا قدوه تاعو ان شاء الله باش نديروا نتيجه وان شاء الله باش نقعدوا نتفكروا ان شاء الله. الهدف الواحد هو الالعاب الاولمبيه المضاف الالعاب الاولمبيه ان شاء الله، ثم سوف التحق بالملاكمه الاحترافيه ان شاء الله. محمد 2013 بعد لقب نائب بطل العالم في الجزائر كرموك احسن رياضي السنه لسنه 2013، كيف الفرحه هذيك ولا واش دارت لك واش كملت لك واش زادت لك؟ والله ما طيق توصل الفرحه لما كما نقول لك سمعت جاني خبر من وسائل الاعلام يقول لك لا بياس اللي اختارتني وفوطوا عليا وداروا فيها ثقه منحوني احسن رياضي لسنه 2013، هذه تحفيزات منهم وزادوا فم زدت كما نقول لك زدت امنت باللي اني الحمد لله اليوم بطل ان شاء الله. هذه اللي نزيد تحفيزات منها نزيد باش نكون قدوه انا للرياضيين هذو ان شاء الله بيزيدوا يخدموا اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله انا فرحت لك وتستاهل محمد. انا حبيت نسقسيك واحد العبسه برك قبل بطوله العالم 2013 في الفيسبوك شكرا كانوا عندك لي فان؟ عندي حوالي 400. وبعد بطوله العالم 1200. وبعد بطولة أولمبية إن شاء الله إن شاء الله 5000. أنا كل جزائري إحنا قاعد لي فان تاعك 40 مليون قاعد لي فان تاعك. نتمنى لك مزيد من التألق والنجاحات. اللي جانا راهم يشوفوا فينا اللي حبوا الملاكمة واللي حبوا بوكو بيز محمد فوزي، واش تقول لهم اللي راهم يتبعوا فينا عبر الشاشة تاعنا؟ ما تقلقش أنا ثاني نحبهم كامل، لأني كانوا كيما يقول لك كانوا أنا في كازاخستان وما كانوا يساندوا فيا. أنا نقول لهم إحنا إن شاء الله نكون قدوة لهم باش إن شاء الله يديروا أولادهم يمارسوا رياضة في الملاكمة هذه ولا أي رياضة باش يجتنبوا المخدرات إن شاء الله. كما يقول لك الجزائر كما يقول لك هما أبطال وراي مستحقتهم، لأن هما قدوة إن شاء الله وهما جيل المستقبل إن شاء الله. يعطيك الصحة نشكرك اللي قعدت معنا كان حديث شيق معك. برك نروحوا نتلاكموا أنا وياك إلى حفلة. أوكي اليوم جوزنا بزاف جورنيه شابه مع نائب بطل العالم في الملاكمه محمد فليسي. بقاو معنا وشاركوا معنا بارائكم عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه. اغتنم شبابك اراده قويه باش تكون ضيفنا في حصتكم الرياضيه درب الابطال ككل اسبوع. ما تنساش انت تقدر تكون هكذا. نتلاقاو في ساعه الخير ومع السلامه. مع السلامه.